نعم أحمد، أجدد التحية لك ولكل المشاهدين الكرام. طبعا القمة اختتمت اليوم كما يعلم الجميع، ونحن متواجدون هنا في المركز الإعلامي للقمة، المركز الرئيسي للقمة. طبعا هناك ترحيب إعلامي كبير بالمضامين التي تضمنها إعلان الدمام. هناك أيضا عدد كبير من الإعلاميين الذين بدأوا في كتابة الكثير من القصص، تحديدا عن والبحث عن صحفيين فلسطينيين لإجراء الحوارات معهم، لأخذ أيضا ردود الأفعال من الإخوة الزملاء الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين توافدوا إلى الدمام لتغطية هذه القمة. هناك أيضا ترحيب كبير بمستوى الخطاب الذي قدم في هذا المساء إعلاميا على وجه الخصوص من الكثير من الإعلاميين. هناك طبعا المضامين التي دعت لها القمة، وهي صيانة الأمن القومي العربي من عبث الإرهاب والتدخل الإيراني، كانت واضحة. كان الجميع أيضا يتكلم أو يتحدث عن العمل على استمرار في تقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية. أكدت هذه القمة على الدعم الكبير للقضية الفلسطينية على أساس أنها قضية محورية للأمة العربية بقيادة المملكة العربية السعودية، وخطاب سيدي خادم الحرمين الشريفين وكلمته وتحويل مسمى هذه القمة لقمة القدس ما هو إلا استمرار لهذا الدعم الذي قدم عبر سنوات طويلة منذ تأسيس هذه الكيان وهذه الدولة حفظها الله على يد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. إذن موفد قناة السعودية من المركز الإعلامي لقمة القدس الزميل عبد الله الأسمري، شكرا جزيلا لك.